السلام عليكم بيانفيني دو ماشين نابيغ لا كورمونديس ألوغ قبل ما نبدا نقولكم متنساوش الإشتراك في القناة و تفعيل الجرس باش يلحقوكم لي فيديو لي لكم و بيان بارطاجيو لا شاركو الوصفة مع الأصدقاء تاعكم باش توصل للجامع ألوغ على بالي طولت عليكم عندي بزاف ما شلي لي فيديو مي اليوم جيتكم بحاجة هايلة بنينة القهوة العسل و بيان إقتصادية تتعب كزيت ودت طلعت هنين المعجون بنينا هايلة ألوغ نبداو بسم الله عندي ربع حبات بيض كاتف بيان سيغ نكون خرجتهم مقبل قبل لي يكونو بطاج الغرفة راهم <applause> تومبيراتور أمبيون تكون خرجتهم ساعة من قبل ودوكا نجيب لافاني لي درت أون كروند كويار منها مغرفة كبيرة تاع فانيلا و أون بانسيت سال رشا ملح بالنسبة للسكر أنا عبرت على هاد الكاس درت ميه و خمسين غرام صون غرام دو سكر لي هي كاس اذا استعملتو كيما انا نحولوها اسبه voilà. فوالا ونبدا نخلط مليح بهذاك الباتور تاعي يعاونكم بزاف باش هداك طرافاي تاعكم يكون بلو فاسيل غير ما تخدمو بيديكم اون فوا يبدا يدير لي الرغوه البيضاء هذاك لو مينونج يل دوفيان موس نبدا نزيد هذيك الزيت تاعي وبالنسبه للزيت درت 200 مل 200 ميليتر تاع الزيت اللي هي كاس كامل عملتو الكاس هذا يرفد لي ميتين ميليتر سي لو مام لي نخدم بيه لا كامل هكذا المام لي ما عندهمش ميزان يقدروا يخدموا بالكيسان ونكمل نزيدها بالعقل على ثلاثة ولا على أربعة مرات حتى نكمل هذيك الزيت تاعي شوفوا كيفاش راني ندير مام لا تيكستور تاع هذيك لاباري تاعي راح تولي عاقده شويه تولي كوم المايونيز شوفوا كيفاش ولات فريمون هايله هاد تحكم روحها مليح نحبس بهذاك لو باتور شوفوا كيفاش راهي ودوكا نجيب الفارينة الفارينة لا كامل هادي دات لي ربع كيسان ونص مي نبدا ندخلها بالعقل دات الكاس الاول تاع الفارينا ودوكا نزيد نكمل دا لو اللي هي الخامعه الكيميائيه رايحه ندير زوج باكيات اللي هي 20 غرام خامية كيميائية 20 غرام دو لوفور كيميك و الكاس هذا اللي استخدمت بيه عملتو بالفارينة كي تعمروه كامل اغا يولي 120 غرام دونك ربعة كيسان ديو حسابكم يولو 480 كي نزيدو لهم هذاك النص كاس يولو 540 دي هي الكمية كامل اللي لي هاد الوصفة تاع الفارينة والكيسان تاعي ممسوحين كيما قلت لكم اغا نزيد الكاس الثاني وبيان سور كل مره نصفو هذيك الفرينه كي نديروها نخلط مليح بيديا ونكمل 3يام 4يام حتى نكمل هذاك اللي بقى لي هذا الثالث يعني حاجه سهله وما تديلكمش الوقت بزاف بور لا فارين سا ما بري 4 فير اي دمي دونك 540 غرام دو فارين بس كل شاك غير مزور سون غرام والحاجة مليحة في القاطو هذا يبقى طري بزاف بنين تقدروا مم ديروه في الأعياد ولا في المناسبات ماشي شرط روحو ديروه القهوة العشية فغيما هايل والحاجة تاني مليحة فيه هاد تلمو هاديك العجينة تاعكم تروحو تحلوها في هاديك سنيوة ما يديش وقت بزاف ما تخلوش هاديك العجينة تريح هادي الحاجة عجبتني فيها في دقيقة تخدمو إذا وجدتو عجوية الوحدة بلاك كما تجيت تلحق ربعة راهو طاب الكاطو تاعكم و نجيب ميزان نروح نحي ميتين غرام تاع هاد العجينة ونخليها نخليها دو كوتي هادي نستعملها من بعد ميتين جي سوا سوا هاديك سنيوة لي حنستخدمها بالنسبة لقياس تاع رح راح نخليها لكم مكتوب في صندوق الوصف وفي أول تعليق هكذا تشوفوها القوام تاع العجين هذا بزاف مميز ما تجي لاصق بزاف في اليدين وممكن دير اون بول تحسوها باللي تلم فاسيلمون لا تيكستور دو لا باتا اي تري بارتيكولير شوفو ماهيش تلصق ماهيش كولونت ودوك نجيب سنيوه تاعي ونبدا نديتاشي في هذيك لاباط باش نحلها في سنيوه بيان سور نحيها كامل ما تخلو حتى حاجه في هذاك لو بول تاعكم نعاون حمام مغرفة باش هاي داك ودوكا نبدا نبلاطي في هاديك العجينة تاعي نبدا نبلاطيها بيديا نعبزها وباش نعاون روحي رايحة دوكا نجيب الزيت ندهن مليح يدي بالزيت الويل راح تعاونكم بزاف بوغا بلاطي هاديك لاباط و هذا يدخل في سن هادي كامل كيما قلت لكم القياس حنخليه لكم مكتوب بعد ما نكمل بيديا دوكا كان شي مغرفه ونسيت عين نعاون روحي بها وما تخافوش كي ديروا الزيت ما يشح هاديك لكم هذيك العجينه وشوفوا دوكا هنا راهي حابطه في السنيوه مي كي دات لها هذيك الخميره حتخمر مليح وطلع لي حتى الفوق بعد ما نخرجها شوفوا دوكا كيفاش دات لها بهذيك المغرفه سقمتها كامل بعد ما نبلاتي هذيك لا بات تاعي نجيب لا كونفيتور انا خيطت لا كونفيتور دو فريز اللي هي معجون تاع الفراوله لا فريز تجي بزاف بنينه مي تقدروا مشماش اي معجون راهو عندكم في الدار تقدروا ديروه انا هذا خدمته في الدار ما شريتوش ومازال في هذوك الحبات تاع لا فريز ما مشى يجيني باسكو كلش راح كيفاش يقولوا راح يزيد يتعسل مع هذيك العجينه يجي بزاف بنين ودوكا بعد ما كملت نروح نجيب هذاك لو 200 غرام تاع لا بات لي بقالي اللي هي 200 غرام تاع هذيك العجينه اللي بقات لي من الاول نروح نزيد لها اون كويير دو فارين مغرفه كبيره تاع فارينا مغرفه وحده تكفيكم ما تزيدوش فوق مغرفه كبيره باش هكذاك نشف شويه هذيك العجينه تاعي مانيش حابه تكون ناشفه بزاف نخليها شويه طريه ونبدا نسكرفج فيها نستعمل هذاك الخشين ونستعمل تاني هذاك الرقيق باش هكذاك القوام يكون مختلف كوتي شابه بعد ما تطيب لي والفور تاعي كون شعلتو 10 مين على لا فون شعلتو 10 دقائق من قبل درتو على 200 درجه 200 درجه ونطيبها طيبتها راح يدي لي نص تاع 1200 و 280 دوكا بعد ما راهي تطيب لي نجيب حبه بعد نديرها لا فاني نديرها ناف كومبلي بور لا دوغ ونزيدلو ان بو دو فاني اون فوا طيبل لي بعد 4 ساعه نحل هذاك الفور تاعي ونخرجها ندهنها بهذاك لف كومبلي بور لا دورور باش هذاك اللون تاعها يكون ذهبي بزاف شباب بعد ما طيب لكم ربع ساعه خرجوها دهنوها بهذاك البيض ولا فاني ونعاودو ندخلوها لو فور باش هكذاك طيب لنا اون اونتر ويجي اللون تاعها ذهبي بزاف شباب شوفوا كيفاش خرجت بزاف هايله وشوفوا كي درنا لها هذيك 20 غرام دو لوفر مليح هذاك الكاطو تاعي و مام البنة تاعو تجي هايلة و يقعد طري بوندون لونتون، بعد ما يبردلي مليح نروح نجيب هاد لاسباشير كبيرة ونبدا نقسم بيها، خدتلي عشرين حبة عشرين حبة قاتو في هاد السنيوة اللي استعملتها، عندي فان بياس دو من اون بون كونتيتي كمية معتبراتك تكفي قصيامات ولا إذا كانت عندكم لمة حفلة، أي حاجة تقدو ديروه فيها باسكو هي تخي بريزونطابل، اون فوا ديروه في لي كيسات يجي بزاف هايل بو على فينا فينال شوفوا كيفاش جا بزاف بنين اهلا و لحقنا لافين تاع لا فيديو تاعنا نقولكم ما تنساوش اشتراك في القناه و نتلاقاو في وصفه جديده سلام يا لا بروشان تهلاو في روحكم